كابتن محمد يوسف، مساء الخير. مساء الخير، مساء الخير يا استاذ احمد، ومساء الخير على كل مشاهدينك ومتابعينك. ماتش صعب بكره، متوقع ايه بكره الماتش، ومتوقع كيروش هيبدا ازاي بكره؟ والله اكيد طبعا انت بتتكلم على قبل نهائي افريقيا وامم افريقيا، ومع طبعا منافس عنيد الكاميرون. دايما يعني منتخب بيبقى ليه حظوظ بالترشيحات، وفي نفس الوقت كمان بقى ما بالك ان البطوله المره دي على ملعبه وفي وسط جمهوره، وبعدين جلوس صامويل ايتو رئيس الاتحاد الكاميروني وتصميمه قبل البطوله ان هي تقام، وجلوسه في كل مباراه بيؤازر ويساند المنتخب الكاميروني، فدي طبعا عامله دفعه معنويه ودفعه قويه ليهم. لكن طبعا هم في نفس الوقت بيقدروا جدا منتخب مصر، بيقدروا تاريخ منتخب مصر صاحب السبع نجوم والسبع بطولات الامم الافريقيه، وفي نفس الوقت كمان منتخب بي 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 يعني بيبقى من خلاله لاعب اللي هو مو صلاح او محمد صلاح، اللي هو بيعتبر من احسن لاعبي العالم يعني، او المرشح القادم ان شاء الله جايزه احسن لاعب في العالم، ياخد البطوله المره دي ويبقى هو احسن لاعب في العالم المره الجايه. ده اللي ناقصه والله. كلنا يعني عايزين مصر تكسب البطوله، وعايزين مصر تكسب البطوله عشان يبقى محمد صلاح كمان بيفوز ببطوله قاريه، فتساعده بشكل شخصي يعني على الفوز باحسن لاعب في العالم يعني. كيروش النهارده قال خطتي سهله جدا، نجري ونجري ونجري ونلعب ونلعب عشان نفوز بالماتش. الكرة طبعا لازم يجري ويجري جري جامد كمان. الناحية البدنية مهمة جدا في الماتشات، وخصوصا ان انت بتلعب مع منتخب كاميرون، وكلنا شفنا الماتشات اللي اتلعبت مع كوت ديفوار ومع المغرب، 120 دقيقة هنا و120 دقيقة، وطبعا بذل مجهود كبير جدا جدا الناحية البدنية، وفي نفس الوقت كمان من الناحيه التكتيكيه والناحيه الذهنيه، ده خصوصا كمان ان احنا بنتكلم في تواجد الفريق. الناس بتتفرج يا استاذ احمد على المباراه قدام الشاشات، لكن الاقامه والتجهيزات والحاجات دي كلها فيها صعوبه كبيره، وفيها ما فيهاش امكانيات بالقدر اللي احنا متصورينه او اللي فريق الكره يتمناه. فاحنا بنحيي منتخب مصر من خلال الظروف الصعبه دي، انه قادر طبعا انه يؤدي بالشكل ده وبيتحامل على الظروف دي وبيحاول ان هو يطلع احسن حاجه لاسعاد الشعب المصري. الكاميرون بيعتمدوا على ابو بكر، وفي اثنين منهم ابو بكر اللي هو ابو بكر. ايوه ابو بكر وكيمبالي، الاثنين جايبين 11 هدف. ودي طبعا اكيد كيروش في تحليله للماتشات اكيد واخد باله من الملاحظه دي. انت بتتكلم على لاعب احرز 6 اهداف والتاني احرز 5 اهداف، ودول يعتبروا يعني عايز اقول النقطتين القوه اللي اكيد لو اتعامل معاهم كيروش وتعليماته طبعا للاعبين في مراقبتهم، خصوصا فينسنت ابو بكر ده مهاجم حتى الان هو الهداف، هداف البطوله كمان. فطبعا دي هتفرق جدا جدا مع منتخب مصر. مهم جدا ان احنا يكون في مراقبه شديده جدا لفينسنت ابو بكر، وعدم الاستاد كمان ليه يعني ما نساعدهمش ان هم يلعبوه، ما نساعدهمش ان هم يرفعوا له كور كتير وان هم يخدموا له ويخدموا عليه. دي مهمه جدا، دي مهمه انني عمرو السوليه النص، ولا مهمه الدفاع الاربعه؟ لا، مهمه المدافعين ووسط الملعب. وسط الملعب مدافعين ووسط الملعب، رباعي الدفاع اللي هيراقب فينسنت ابو بكر تماما. عندنا ان شاء الله في يعني ربنا يدي الصحه كده لمحمد عبد المنعم، وموجود الوينش يرجع معاه او ايمن اشرف ايا كان، لان حجازي كلنا عارفين الاصابه مش هيلحق المباراه. لكن طبعا المراقبه اللصيقه والتركيز معاه وعدم اعطائه مساحه وعدم اعطائه اي تحركات في جوه ال 18، لانه فعلا مهاجم خطير وقدر ان هو حتى الان يحرز يعني 6 اهداف، هو يعتبر الهداف، فدي مهمه جدا.
وفي نفس الوقت كمان اللعيبه بتاعت وسط الملعب بتاعتنا لازم تضغط عشان يبقى حامل الكره معهوش الفرصه وما عندوش الوقت ولا المساحه اللي يقدر ان هو يبص عليه او يقدر ان هو يلمح التحركات بتاعته يعني. نعم. نجاحنا في ماتش المغرب نتحمل الضغوط اللي بدات من اول دقائق بضرب الجزاء وقدرنا ربنا يكرمنا ونعدي هذه المباراه. متوقع بكره هيبقى عندنا ضغوط مماثله لمباراه المغرب، يعني حكم جسامه، ضغط منه، ضغط جماهير 60 70 الف موجودين في المدرجات. هو بص يا استاذ احمد، احنا لازم قبل ما نبقى يعني لازم نبقى عارفين ان احنا صعدنا لعبنا مع فرقتين اقوى من الفرقتين اللي وصل بيهم كوت ديفوار. كوت ديفوار لعب جزر القمر وبعدين ملاوي. الكاميرون. انا بتكلم مع الكاميرون. منتخب الكاميرون وصل عن طريق فرقتين. احنا لعبنا كوت ديفوار ولعبنا المغرب. المغرب منتخبين تصنيف اول غايه القوه. صح. تصنيف اول. مظبوط. دي حاجه تدينا ثقه وتبث فيهم هم روح الخوف والرعب مننا، لان انت برضو لما بتصعد على منتخبات وتوصل قبل نهائي افريقيا مع منتخبات انت مخرج منتخبات تصنيف اول بتديك ثقه، انك ترجع مع منتخب زي المغرب وتبقى خسران 1-0 في الدقائق الاولى ثم تعود وتتعادل وتكسب كمان فدي طبعا بتديك ثقه. وجود محمد صلاح النني النجوم الكبيره اللي موجوده في الدوري الانجليزي دي بتدي ثقه. فاحنا ان شاء الله انا متاكد تماما ان الضغوط عليهم بيلعبوا في وسط جمهورهم وخلي بالك المباريات دي اللي هي بتبقى قبل نهائي ونهائي افريقيا والكلام ده لما بتلعبه في ملعبك بيبقى في ضغوط عليك كبيره جدا من جمهورك. احنا الضغوط عندنا اقل شويه. اقل. انت طبعا ده ممكن يبقى في صالحنا. تلعب ايوه تلعب بارتياحيه وتلعب بنوع من الثقه لان انت الجمهور عامل ضغط عليهم يعني. انت عايز المفترض الاول 10 دقائق او ربع ساعه تمتص الضغط اللي ممكن يبقى عليك من البدايه. اكيد 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 واكيد كروش طبعا يعني مدي تعليماته ومحمد صلاح بخبراته جوه الملعب والنني واللعيبه وعمرو السوليه اللعيبه اللي عندها العامل الخبره اكيد بيتكلموا في الحته دي وان احنا ازاي نبدا المباراه بنوع من امتصاص الحماس والروح العاليه اللي هم هيبداوا بيها المباراه دي مهمه جدا ان انت تمتصها وتقدر تبقى عندك ثقه وتظهر للجمهور ان انت عادي واخد ثقه وبتنقل وبتمسك الكوره. دي كلها حاجات الاستحواذ في المباريات دي بيبقى مهم جدا عشان تاخد ثقه على المنافس بتاعك وفي نفس الوقت كمان بتحاول ان انت تهبطه معنويا. فرصتنا بصراحه يعني كلاعب سابق ومدرب محترف شايف فرصتنا بكره ان شاء الله ازاي؟ لا انا شايف طبعا ان انت بتلعب منتخب قوي لكن احنا بنعرف نلعب مع الافارقه سواء كاميرون كوت ديفوار سنغال بنقدر نتعامل مع المنتخبات دي بشكل فيه ثقه وبشكل بتعرف تستغل غلطاتهم خصوصا في خط ظهرهم. انا متفائل ان شاء الله ان منتخب مصر ان شاء الله يعدي وكمان يعني دقائق قليله كده منتخب السنغال هيلعب مع بوركينا ان شاء الله ربنا هيكرمنا وهنقابل النهائي ان شاء الله وهنرجع بالبطوله ان شاء الله. كابتن محمد يوسف بشكرك شكرا جزيلا.